زيادة أرباح قناتك على اليوتيوب أو موقعك الإلكتروني بطريقة آمنة وشرعية 100%. لو حضرتك عندك قناة على اليوتيوب أو مدونة على بلوجر أو أي موقع إلكتروني عايز تزود أرباحه أو تحقق الشروط لو كنت لسه ما حققتش شروط المنصة، فمن خلال الأداة اللي هنشرحها النهاردة شباب هتقدر تحقق الشروط، وكمان بعد ما تحقق الشروط هتبدأ في استخدام الأداة في تزويد أرباحك، وكل ده بيكون بطريقة شرعية زي ما اتفقنا بكل سهولة وانت نايم. النهاردة شباب هنشرح برنامج رهيب، باستخدام هذا البرنامج هتقدر تنشر روابط فيديوهاتك أو مقالاتك أو منشوراتك أو أي حاجة تخص حضرتك على الإنترنت بكل سهولة تلقائيا على آلاف المواقع الأوروبية العالمية المشهورة. كمان الأداة بتجبر زوار هذه المواقع على الروابط الخاصة بحضرتك، وبكده بتكون زيارة شرعية لأنه شخص زي وزيك اللي نقر على الرابط وشاهد الفيديو أو شاهد البوست أو المقالة. والأداة دي يا شباب في الأصل مدفوعة ثمنها $100، ولكن حضرتك هتحصل عليها من خلال الفيديو ده مجانا، ودي أقل هدية أقدمها للتفاعل الجميل اللي أنا لقيته من حضراتكم على الفيديوهات اللي فاتت. والبرنامج جاهز ومفعل بالكامل، تقدر حضرتك تستخدمه مباشرة بعد التحميل. والبرنامج ليه استخدامات كتيرة جدا يا شباب وهتبهرك حرفيا، علشان كده لو الفيديو طول معانا النهاردة حضرتك شاهد الفيديو للنهاية علشان ما تضيعش على نفسك أي فرصة تقدر تستغلها من خلال هذه الأداة. طيب علشان ما طولش على حضراتكم اكتر من كده يلا بينا نبدا الشرح، ولكن قبل ما نبدا رجاء لو حضرتك استفدت من الفيديو النهارده ومن البرنامج يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حنزاوي ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. طبعا اي روابط هتكون مذكوره في الشرح يا شباب هتكون موجوده في description اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك مباشرة على صفحة المقال الخاص بالموضوع، بتنزل تحت الصورة او الفيديو الموجود على الصفحة بتلاقي تحميل البرنامج المستخدم زي ما حضرتك شايف، بنضغط هنا كده على الرابط ده هينقلك على صفحة التحميل، بتنزل تحت بتلاقي بريميوم داونلود وفري داونلود، طبعا هنضغط على فري داونلود. لو نقلك على اي صفحة تانية كده اقفل الصفحة، هنضغط تاني مرة على فري داونلود، لو فتح اي صفحة بنقفلها وبنرجع تاني كده زي ما حضراتكم شايفين لغاية ما بينقلك على الصفحة اللي بعدها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وهنا بتنتظر 30 ثانية وبنضغط على انا لست برنامج روبوت. طبعا زي ما قلنا كل ما بيفتح صفحة بنقفلها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده لغاية ما العلامة تظهر معاك كده، وبتنتظر عداد الثواني يخلص. بعد ما خلص العداد حضرتك بتضغط على انشاء رابط التحميل، برضو ممكن يفتح لك نوافذ تانية اقفلها، اضغط مرة تانية وهينقلك بعد كده على اخر صفحة زي ما حضرتك شايف، وهنا بيقول لك اضغط هنا للتحميل، نضغط ضغطة، لو برضو فتح لك صفحة بتقفلها، نضغط مرة تانية، اقفل، اضغط مرة تانية، اضغط مرة تانية، بتلاقي ان الاداة بدأت تتحمل معاك في الداونلود. وبتنتظر حضرتك الاداة لما تخلص. على فكرة الاداة مساحتها 1 جيجا يعني ممكن تاخد معاك شوية وقت على ما تحمل. بعد ما البرنامج يخلص تحميله شباب بنروح على الداونلود على الجهاز عندنا، وبتلاقي الاداة ظهرت عندك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، ولكن الاداة دلوقتي عبارة عن ملف مضغوط ومحتاج ان احنا نفك الضغط عنه، فهنضغط عليه كليك يمين وبعد كده هنضغط على اكستراكت فايل وهنضغط على اوكي، هيبدا يستخرج الملف زي ما حضرتك شايف، وكده بيظهر عندك الملف بالشكل اللي حضرتك شايفه الوقت ده. كليك يمين على الملف وهنضغط على اوبن وبعد كده كليك يمين مره ثانيه اوبن، وبنيجي هنا على الفايل رقم 2 اوبن، وهنا زي ما حضرتك شايف الابلكيشن بيكون رقم 2 في القايمه، هتضغط كليك يمين وبعد كده بتضغط على ران، بعد كده بتظهر لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي، بتضغط على اس، وبعد كده بتبدا تظهر لك النوافذ اللي حضرتك شايفها دي ورا بعضها كده، بنضغط على اوكي 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 لغايه ما تظهر نافذه التحميل اللي حضرتك شايفها دي. هنا هنضغط نيكست وبنعلم على الخيار الاول من هنا ده، وبعد كده بنضغط على نيكست نيكست مره ثانيه، وبعد كده بنضغط على انستال، وبتنتظر الاداه لما تسطب معاك. طبعا الاداه ممكن تاخد منك شويه وقت مفيش مشكله حضرتك انتظرها، ولكن الاداه دي هتكون كنز بالنسبه لك حرفيا. بتظهر بعد كده النافذه اللي حضرتك شايفها دي، اضغط على اوكي وهتنتظر برده شويه علشان الاداه بتاخد وقت زي ما قلنا في التحميل. واخر حاجه يا شباب بتظهر النافذه اللي حضرتك شايفها دي، بنضغط على فينيش وكده تمام البرنامج اصبح متسطب عندك على الديسك توب. لو رجعنا على الديسك توب يا شباب هتلاقي البرنامج ظهر معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. علشان نبدا نسطب البرنامج على الجهاز هتضغط كليك يمين وبعد كده هتضغط على ران او اوبن، بتظهر لك النافذه دي، بنضغط على اس، بعد كده بيفتح لك البرنامج بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وبيقول لك هنا كرييت نيو اكونت، يعني لازم تسجل حساب.
فاحنا مش هنضغط في المكان ده يا شباب، احنا هننزل نضغط على الرابط اللي حضرتك شايفه ده كده ضغطه واحده. بعد كده يا شباب بينقلك على صفحه تسجيل الدخول بالشكل ده، ولكن احنا لسه ما عندناش حساب. عشان نبدا نسجل حساب هنضغط على يو دونت هاف ان اكونت، كليك هير. بتفتح معاك النافذه دي وبيطلب منك هنا الايميل. طبعا احنا نسخنا الايميل اللي قدام حضراتكم ده وهنضيفه في المكان ده، وهنضغط على كرييت اكونت. بعد كده بتظهر لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي، بتضغط على اوكي. وبنرجع على موقع الايميلات، بتعمل تحديث للرسائل هنا كده، وزي ما حضرتك شايف في الرسائل هنا ظهرت رساله من البرنامج، بنضغط على الرساله دي بنفتحها، وهنا هتلاقي حضرتك موجود الايميل اللي حضرتك سجلت بيه حالا اللي هو نفس الايميل اللي قدام حضرتك ده. وبعد كده بتلاقي المفتاح اللي مطلوب او الباسورد ليسنس كي. فدلوقتي يا شباب هننسخ ليسنس كي وهنرجع على البرنامج. هنضيف الاول المفتاح في المكان ده، طبعا لو لقيت اي ايميل موجود هنا امسحه وضيف الايميل بتاعك وضيف المفتاح، وبعد كده هاخد الايميل ونضيف الايميل كده تمام يا شباب، واضغط على اوكي. بعد ما بيفتح معانا البرنامج يا شباب بيكون بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. وخلينا اديلك فكره سريعه عن الاداء قبل ما نبدا الشرح العملي. لو لاحظنا هنا في الجزء ده حضرتك في بروجكت ماي اكونت سوشيال فيديو ترافيك، لو ضغطنا على السوشيال من هنا، هنا حضرتك تقدر تروج لكل مواقع السوشيال ميديا بكل سهوله بمجرد بس انك بتضيف الرابط الخاص بيه. ولو ضغطنا على فيديو من هنا، هنا حضرتك برضو ده بالنسبه لليوتيوب، بتضيف الرابط الخاص بحضرتك، تبدا الاداه تنشر الرابط بتاعك ده في مواقع كتيره جدا، وبتحصل من خلال هذه الزيارات على مشاهدات ولايكات تلقائيا بدون ان تتدخل وبدون اي روبوتات. ولو حضرتك لاحظت هتنزل تحت هنا كده في المكان ده هتلاقي هنا مكتوب نو بروكسي. بعد كده في ترافيك، هنا برضو بتقدر تضيف اي موقع تحصل على زيارات زي ما حضرتك شايف. دلوقتي خلينا يا شباب نبدا نعمل اول حمله لرابط مقاله موجوده عندي على المدونه. لو ضغطنا على بروجكت من هنا وبعد كده هنضغط على نيو بروجكت، بيقول لك انتر بروجكت نيم، فهنا هتختار اسم للحمله بتاعت حضرتك. ولنفرض انا اخترت الاسم ده، كتبت له اسم واضغط على اوكي، تلاقي ان الحمله ظهرت عند حضرتك في المكان ده كده. بعد كده بتحدد الحمله بتاعتك بالشكل ده، بتضغط على نيو تاسك، بتفتح لك القائمه اللي حضرتك شايفها دي. طبعا احنا دلوقتي هنبدا ترويج رابط مقاله موجوده عندي على المدونه، وهضغط على ويب بلوج من هنا، افتح معاك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي كده. اول حاجه في المكان ده شباب بنضيف عنوان للمقاله او الرابط مثلا، ثاني حاجه هنا في المكان ده بتضيف الرابط، ثاني حاجه هنا بتضيف وصف، واخر حاجه في المكان اللي تحت ده شباب بنضيف تاجز او كلمات مفتاحيه. والكلمات المفتاحيه بنحصل عليها من خلال الاداه نفسها زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خلينا نبدا نعمل الحمله دي مع بعض. هروح مثلا على المقاله نفسها اللي انا عايز اعمل لها روابط خلفيه، اخد على سبيل المثال العنوان كده 10,000 زياره يوميه لموقعك من بحث جوجل، وهترجمه على ترجمه جوجل، وهاخد النص باللغه الانجليزيه، وهنرجع هنضيف في المكان ده العنوان اللي احنا ترجمناه باللغه الانجليزيه. وبعد كده ممكن اخد جزء صغير من المقال كده يا شباب، ونفس الكلام هروح اترجمه على جوجل واخد النص باللغه الانجليزيه، وهروح على الاداه وهضيفه في البادي هنا. الخطوه اللي جايه هناخد رابط المقال نفسه، الرابط اللي قدام حضراتكم ده كده، ونرجع للاداه مره ثانيه، هنضغط في المكان ده كده وهنضيف الرابط زي ما حضرتك شايف كده. هو هيضيف لك كلمه من الكلمات اللي تحت دي، كليك هير او كلمه هير او ديتايلز بدل الرابط في المقال، هي دي الكلمة القابلة للنقل اللي هتحولك على المقال نفسه. ولكن انت برضو ممكن تضيف اي كلمة تانية، على سبيل المثال ممكن تضيف كلمة رئيسية او كلمة مفتاحية اللي انت حطيتها في العنوان، تضيفها هنا بحيث ان هي تظهر في المقالة نفسها في السطور، وتكون هي الكلمة المستهدفة او الكلمة اللي هيبدأ الزائر ينقر عليك. على سبيل المثال يا شباب انا هنا هلغي الكلام ده وهضيف كلمة 10,000 زيارة يوميا لموقعك، وبعد كده هضغط على انتر يور لينك. بعد ما اضفت العنوان الرابط والبادي زي ما حضراتكم شايفين، هاخد نفس العنوان دوت وهضيفه في التاجز، او هجيب كلمات مفتاحيه قويه بضيفها في المكان ده. طبعا كلنا عارفين طريقه الحصول على كلمات مفتاحيه، وممكن تحصل عليها من خلال الاداه نفسها بالضغط على كيورد ريسيرش من هنا يا شباب. تفتح لحضرتك النافذه اللي انت شايفها دي، وتضيف هنا الكلمه اللي حضرتك عايز تخرج منها كلمات مفتاحيه، وزي ما انت شايف بضغطه واحده بيستخرج لك اقوى كلمات مفتاحيه واقوى كلمات عليها حجم بحث بالنسبه للموضوع بتاعك. بتحدد حضرتك الكلمات اللي انت عايزها وبتضغط على كوبي كيبورد. نرجع لموضوعنا مره ثانيه، بعد كده بضغط على ريفيو من هنا، وزي ما حضرتك شايف كده لو لاحظت الكلمه اللي انا ضفتها مكان الرابط هي الكلمه اللي ظهرت وهي
القابلة للنقر. لو ضغطنا عليها كده بتحولك مباشرة على صفحة المقال اللي احنا اضفنا الرابط بتاعها دلوقتي، وطبعا الصفحة فيها فيديو. ولكن لو انت بقى عايز الاداة نفسها تنتج لك مقال بالذكاء الاصطناعي يكون احترافي، هنعمل ايه؟ بعد ما اضفت تفاصيلك هنا كده في المكان ده هتضغط على اسبين ارتكل. كده هي الاداة نفسها اللي قامت بصناعة المقال اللي حضرتك شايفه ده كده، وغيرت في العنوان، غيرت في النص، واصبح ده مقال حصري جديد 100%. نضغط على ريفيو نشاهد المقال الجديد ده كده. مش بس كده، هنا بيقول لك توتال ووردز 102، يعني هو عامل لك 102 نص للرابط بتاع حضرتك. هنا ممكن لو ضغطنا على سناب اجين زي ما انت شايف كده اتغير النص، لو ضغطنا ضغطه ثانيه بيتغير النص، ضغطه ثالثه خلي بالك العداد هنا بيتغير معايا كده 113 زي ما حضرتك شايف. لو ضغطنا ضغطه رابعه برده نجرب الرابط، لو ضغطنا على الرابط من هنا زي ما انتم شايفين كده شباب بيودينا مباشره على المقال. كده تمام، انا موافق ان المقال ده هيتنشر، فهضغط بعد كده على سيف، فبيرجعك تاني على الواجهه الرئيسيه. بتلاقي البروجكت بتاعتك او الحمله بتاعتك موجوده بالشكل اللي حضرتك شايفه وبالتاريخ زي ما حضرتك شايف. علشان نبدا تشغيل الحمله ده شباب هنضغط عليها كده نحددها، وبعد كده هنضغط على ستارت تاسك. من هنا هتبدا الحمله تشتغل زي ما حضرتك. هنا في تحميل بيتم. كده الحمله بتاعتنا بدات يا شباب زي ما حضراتكم شايفين. ولو لاحظت هنا هتلاقي اول موقع ظهر موقع تمبلر، وبعد كده موقع ريديف، بعد كده موقع باج، ولسه في مواقع تانية كتير هتظهر. ولكن طبعا احنا مش هنستنى الاداة، هنشوف حاجة تانية نشرحها على ما الاداة تخلص. خلينا نسيب الحملة دي شغالة شباب ونروح مثلا على السوشيال. من هنا هنا حضرتك تقدر تضيف روابط مواقع السوشيال ميديا الخاصة بيك وتحصل على نقرات ومشاهدات. خلينا نجرب مع بعض كده شباب. هنضغط هنا على اد يو ار ال. في المكان ده حضرتك بتضيف رابط فيسبوك، رابط تويتر، لينكدين، انستجرام، اي رابط لمواقع السوشيال ميديا بتضيفه هنا حضرتك. خلينا نجرب مع بعض. هضيف هنا الرابط، انا اخدت رابط حساب تويتر الخاص بيا واضفته هنا. تقدر تضيف فيسبوك، تيك توك، اي روابط حضرتك عايز تضيفها، واضغط على لينست يو ار ال. زي ما حضرتك شايف هنا الرابط ظهر في المكان ده وبدا هنا في تحميل لو حضرتك لاحظت. طبعا دي حمله للسوشيال ملهاش علاقه بالحمله اللي تحت اللي احنا عاملينها دي، دي احنا سايبينها شغاله زي ما حضرتك شايف كده. وصلت لعدد جميل جدا من المواقع، وهنا المؤشر بدا يوصل في النص. هنسيبها برده تخلص خالص واحنا مع نفسنا هنا. بالنسبه لروابط السوشيال ميديا يا شباب، انت بتحصل على نقرات ولايكات ومشاركات تلقائيا باستخدام البرنامج. تقدر طبعا تضيف اكتر من رابط، اي روابط حضرتك للسوشيال ميديا تقدر تضيفها في المكان ده. تعالى بقى نروح بعد كده على فيديو، هنضغط على فيديو من هنا. نفس الموضوع يا شباب، هنضغط على اد يور فيديو يو ار ال، وبعد كده هنضيف الرابط في المكان ده كده، وهنضغط على لينست يو ار ال. زي ما حضرتك شايف الرابط اتضاف والفيديو ظهر قدامك، عدد المشاهدات اللي على الفيديو في الوقت الحالي ظهر واللايكات. وادخل اتاكد بقى من الفيديو بتاعك ده بعد 24 ساعة مثلا، شوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. طبعا تقدر تضيف اكتر من فيديو، يعني لو حبيت تضيف فيديو تاني بتضغط على اد يور فيديو وتضيف الرابط مره تانيه، وبعد كده هتضغط على لينست يو ار ال. بتلاقي ان الفيديو التاني اتضاف، وممكن تضيف عدد كبير جدا من الفيديوهات مفيش مشكله. ممكن تحذفهم كلهم لو حددتهم، وتحذفهم كلهم مره واحده من هنا، او تعمل سيلكت اول وتحدد وتحذف وهكذا. وهنا على سبيل المثال ممكن تضيف رابط المدونه بتاعت حضرتك او موقعك الالكتروني. هنضغط على اد ونضيف الرابط في المكان ده، ونضغط على لينست يو ار ال. زي ما حضرتك شايف كده الرابط ظهر وبدا التحميل. لو ظهرت اي زيارات بعد كده هتلاقيها في المكان اللي حضرتك شايفه ده. ده بالنسبه لاهم اربع حاجات موجوده عندنا على البرنامج. ممكن برضو نعمل حمله للفيديو عن طريق مقاله زي ما عملنا هنا في المقاله بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده. احنا ممكن نضيف رابط الفيديو ده مع المقاله واحنا بنعمل الصفحه دي. في حاجه ثانيه هنا اسمها نيو بروجكت، لو ضغطنا عليها كده شباب تفتح معانا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. اول حاجه شباب بنختار اسم للحمله بتاعتنا، على سبيل المثال انا كتبت اي اسم كده. بعد كده بتنزل هنا بتضيف رابط مقال، وتحتيه لو حابب ان انت تضيف فيديو داخل المقال بتضيف رابط الفيديو معاه كده. وبعد كده هنا بيقول لك كيور، ممكن نروح على الاداه نفسها نضغط على كيور، ننسخ العنوان مثلا ونضيفه هنا ونقول له سيرش. هو محدد لي هنا اربع كلمات، هاخدهم كوبي وهروح على كيور درينج، هضيف هنا الكلمات بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. بعد ما ضفنا الروابط يا شباب والكلمات المفتاحيه، وهنا بتضيف العنوان او ممكن تسيبه فاضي، هنضغط على الرابط اللي حضرتك شايفه ده وهننتظر تحميل هنا ثواني. زي ما حضراتكم شايفين كده هو انشا المقال وانشا العنوان وظبط كل حاجه من غير ما انا اتدخل. لو عايز تضغط ضغطه ثانيه هنا على سناب ارتكل وتحول المقال ده بشكل ثاني. لو عايز تشاهد المقال بنضغط على بريفيو. زي ما حضرتك شايف هنا ادي المقال، وهنا بيقول لك انا عملت لك 600 نسخه، تقدر حضرتك تغير من هنا وتشوف النسخ الثانيه. على سبيل المثال لو نزلنا تحت شويه كده هتلاقي كلمه كليك هير موجوده هنا، هنضغط عليها هتنقلك مباشره على المقال او الموقع زي ما احنا شايفين كده يا شباب. ممكن نغير من هنا، تلاقي هنا الموضوع اختلف.
هنا في كلمة هير هتضغط عليها برضه هتودي لك على المقال. تمام كده يا شباب، هنكنسل دي. تمام احنا كده موافقين على الموضوع ده. لو حبيت تحفظ المقال ده عندك على الجهاز او النسخة دي مثلا على الجهاز عندك، هتضغط على لود ارتيكل فور فولدر، تعلم عليها كده، هتفتح لك النافذة دي وحضرتك بتختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه المقال. كنسل دي وكنسل دي. تمام بعد ما اتأكدنا من الموضوع تمام يا شباب، هنضغط على ستارت كامبانجينج. دي الحملة يا شباب اللي احنا عملناها في بداية الفيديو، وصلت 33%. بالنسبة ليتس ابديت هنا، لو حضرتك حبيت تحدث الاصدار الخاص بالبرنامج بتضغط هنا وبتظهر لك الاصدارات الحديثه. ممكن تحدث البرنامج، كل دي اصدارات من البرنامج، حضرتك بتشوف احدث اصدار نزل وتقدر تحدثه في ثانيه. كده وصلنا 50% زي ما حضرتك شايفين، خلينا ننتظرها برده تخلص. كده وصلنا 76%. تعالى نضغط على اي رابط من دول ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. ضغطنا مثلا على الرابط ده ضغطتين كده زي ما حضرتك شايف كده، بيقول لك ان البوست بتاع حضرتك اتضاف. تمام مفيش اي مشكله، وادي الموقع وهذا الرابط. لو حضرتك قارنت الرابط ده هو الرابط اللي احنا ضغطنا عليه تحدد، انا بدخل بعمل ساين اب في الموقع او انا مسجل في الموقع، بيظهر لي البوست واضغط عليه وبشاهد البوست او بشاهد الفيديو بطريقه شرعيه ومفيش اي مشكله فيه. كده شباب الحمله خلاص قربت تنتهي، 99% زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده شباب الحمله 100%، وتم نشر البوست على كل المواقع اللي حضرتك شفتها موجوده هنا. لو ضغطنا ضغطتين كده على الحمله بتفتح معانا الصفحه اللي حضرتك شايفها دي، كل المواقع تم نشر البوست بتاعها حضرتك عليها. طب يا شباب لو ضغطنا على نيو تاسك من هنا، ممكن المره دي نجرب سوشيال لينك. طبعا بتضيف اسم هنا او بتسيب الاسم اللي انت شايفه ده موجود زي ما هو سوشيال لينك، وهنا بتضيف قائمه الروابط بتاعت حضرتك كلها اللي انت عايز تعمل لها ترافيك، روابط السوشيال ميديا زي الفيسبوك تيك توك انستجرام تويتر، لو عندك يوتيوب اي روابط حضرتك تقدر تضيفها في المكان ده. على سبيل المثال هاخد رابط فيسبوك واروح على الاعلان اضيفه هنا، وبعد كده هاخد رابط يوتيوب واضيفه بعده هنا، بعد كده هنسخ رابط تويتر وانزل برده سطر وهنضيف الرابط هنا، وبعد كده انستجرام. كده انا اضفت اربع روابط. بعد كده هنضغط على سيف، هنحدد الحمله بالشكل ده كده يا شباب، وهنضغط على ستارت تاسك عشان تبدا تشتغل زي الحمله اللي فاتت. ولكن هنا الحمله دي هتتم بسرعه لان هي روابط فقط ما بتنشرش مقالات، فدي هتتم بسرعه زي ما حضرتك شايف، وهننتظر لما الحمله تخلص. كده يا شباب الحمله خلاص بدات تنتهي. تمام دي اصبحت 100%. يبقى احنا كده يا شباب عملنا حمله بلوجز، دي كانت للمدونه او الموقع، وهنا في حمله سوشيال لينكس اند شير، ودي طبعا لمواقع السوشيال ميديا. طبعا هنقدر نعمل حاجات ثانيه كثيره جدا بالضغط هنا على نيو تاسك، وحضرتك تختار الخدمه اللي انت عايزها. طبعا يا شباب الاداه بحرها كبير جدا وامكانياتها كتيره جدا، فاحنا لو شرحنا كل الامكانيات في الفيديو ده احنا عايزين فيديو 3 ساعات، علشان كده هنكتفي بهذا القدر وهنكمل ان شاء الله في فيديوهات جايه. فتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس على الكل علشان تقدر تحصل على كل امكانيات الاداه الجميله دي وما تفوتكش منها اي حاجه. وفي النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، كان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروفيت. شكرا لكم والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.